شهرزاد بالنسبة لإلي هي أنا. قبل ورشة حدثينا يا شهرزاد كانت كتير عم يخطر ببالي قصة إنه أنا لازم دافع عن قضية وأفني حياتي الصحفية فيها. كنت عم دور على هاي القضية ولقيتها بالورشة اللي هي قضايا الجندر والنسوية. التحديات اللي واجهتني كامرأة سورية هو التخرج من كلية الإعلام، رغم التحديات اللي صارت بحياتي، ظروف الحرب، ظروف الدراسة اللي كانت أغلبها أنا بقعد بالحارة بدرس، طبعاً لأنه بالبيت عنا صغير ما فيني أقعد أدرس لما يجي بابا من الشغل مثلاً، فأنا بطلع بقعد بدرس لحالي بالليل على ضوء الجيران اللي هن يشغلوا لي إياه للدي لما تنقطع الكهرباء. الأفكار الجديدة اللي أخذتها من الورشة كثير أثرت فيني، إنه عن جد في ناس عم تدفع عمرها كرمال قضية الجندرة والنسوية للدافع عن حقوق النساء. فأنا حبيت إنه من كثر الطاقة الإيجابية اللي أخذتها إنه أنا أعكسها بأصغر دائرة عندي ولحتى توصل لأكبر دائرة. السيدات اللي كانوا موجودين بالورشة هن من مختلف الثقافات، من مختلف المناطق الجغرافية. هذا بيعكس تنوع بالأفكار وبالآراء حول القضايا المطروحة بالورشة، فهذا شيء كتير أثار إعجابي. مثل ما أنا قدرت مكن حالي بالخلية الصغيرة اللي هي بيتي لحتى أقدر انطلق للعالم الخارجي، كلياتنا بنقدر نعمل هذا الشيء.